السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. في ناس طلبت مني علاج للهالات السوداء بس يكون مضمون وفي نفس الوقت مش مكلف بالمرة، يعني حاجة زي ما نقول كده ببلاش. العلاج ده علشان يديه معاكي نتيجة هيطول شوية، لأن طبعا ده بناء عن طلبكم إنه يكون حاجة مش مكلفة، لكن هتديكي نتيجة جميلة جدا بس هتطول معاكي شوية. بمعنى إيه هتطول معاكي شوية؟ يعني هياخد 3 أسابيع بالظبط علشان يختفي معاك الهالات السوداء. النهاردة جايلكم بعشبة جميلة جدا، هي عشبة البابونج، عشبة منقية وجميلة جدا للبشرة، كلها مواد وفيتامينات، كلها عناصر غذائية جدا جدا بتمد البشرة بحاجات حلوة، وعلى فكرة كمان بتشرب لأنه كويس جدا للمعدة. هنعمل وصفات تانية إن شاء الله، بس إن احنا النهاردة جايين لوصفة الهالات السوداء. كل مطلوب مننا علشان نطبق الوصفة دي هي معلقة من البابونج، انا مجهزاها، تمام، كوباية نفض فيها. عشبة البابونج عشبة متوفرة جدا جدا عند العطاري، موجودة بكثرة كمان ومش مكلفة. يعني انا هوريكم اهو، ثواني، الكيس ده كله 5 جنيه، وانتوا كل اللي محتاجاه كل يوم كوباية تعملي فيها الوصفة، وممكن تحتفظي بالباقي في التلاجة، مفيش اي مشكلة. ضفنا ليها الماء المغلي، هنقلبها برفق. وهنغطيها علشان نستفاد بكل حاجة فيها، تمام. هنسيبها ما بين الدقيقتين او ال3 دقايق علشان نضمن ان العناصر كلها اختلطت ببعض، يعني البابونج قدرنا ان احنا نستفيد بيه كويس جدا للبشرة. طبعا على فكرة يا جماعة، الناس اللي هي عندها حساسية والناس اللي هي بشرتها دهنية تقدر تستخدم البابونج كمهدئ جميل جدا جدا للبشرة، لانه اصلا بيخلصنا نهائيا نهائيا من الافرازات الدهنية اللي احنا بنلاقيها موجودة ما بين الأنف، ما بين الشفايف، تحت العين، نقط كده بسيطة بتكون في القورة أو في الجبين عشان محدش فاهم القورة. غير كده ان هو كمان بيساعدنا ان احنا نتخلص طبعا من الرؤوس السوداء اللي هي بتكون ما بين الأنف، وكمان من حب الشباب اللي هو بيزعج الكسل مننا. غير ده وغير ده ان البابونج بيدخلوه في صناعات كتيرة جدا جدا من كريمات البشرة. احنا كده مستصبرين اللي هي الدقيقتين، ممكن تسيبي على فكرة 10 دقايق، ربع ساعة، مفيش اي مشكلة، بس احنا عايزين بس ان احنا نطبق الوصفة عملية. بعد ما بيفوت ال5 دقايق اللي احنا نفوهم او الربع ساعة، حابة ان انت تسيبيه كمان ساعة بس يكون كده الخليط مع بعضه مش متصفي، مفيش اي مشكلة. بعد كده بنبتدي احنا نصفي. بس عشان نستفاد منه اكتر نعصره كده لما بنجيب المصفى او الفلتر. ممكن الناس مش عندها مصفى ما تضايقش نفسها، ممكن تجيب شاشة تصفي بيها، وطبعا طبعا بيكون افضل 1000 مرة من المصفى، لان الشاشة مش هتجيب لك اللي انت شايفاه على الهوا ده. بعد كده قبل اي حاجة لازم نستخدمها هنعمل نقطة مهمة جدا، هنجيب قطنة عادية جدا، قطنة عادية خالص، هناخد منها نقطة وهنمشيها على البشرة كاملة، نمشيها على البشرة كاملة، تمام. يعني هتدعكي بيها وشك كله وكأنك بتعملي عملية مساج بس برفق بهدوء. بعد كده هتاخدي قطنة، في قطن مخصص للعين ان شاء الله هوفره عندي عشان ما اعمل وصفات، هتنيميها كده، مش هنعصرها قوي ولكن هنستحملها الدرجة المطلوبة. على فكرة لازم تكون الوصفة بتاعتنا مش باردة، لازم تكون كمادتها دافية. بعد كده
هتنيميها على العين كلها طبعا وانت مغمضة، بس انتبه ان محلول البابونج ما ينزلش في عينك. وكذلك هتعملي العين التانية برضو اهو، هتنيميها على عينك لمدة ربع ساعة وما تشطفش وشك، نامي للصبح. الوصفة طبعا بتاعتنا بتكون بالليل، انا بحب الوصفات دي تكون ليلية عشان احنا نقدر نكون في حالة كجسم حالة استرخاء تام، كمان البشرة تكون كمان مفيهاش مجهود، مش عايزة تبص، مش عايزة تعمل، ما تستخدميش المحمول تماما بالليل بعد الوصفة، تستخدميها وتنامي. وان شاء الله من الاسبوع الاول بتبتدي تلاقي العملية خفت معاكي انتهاء ان شاء الله، ان شاء الله من ثالث اسبوع. وصفة غير مكلفة تماما، بتستخدمها يومية يومية كل يوم بالليل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك وشير لكل الاصحاب، وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل الجديد. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.